سمعوني طلاب، أكو صوت يمكم على ما أبلش بالمحاضرة. أوكي. أوكي، حاليا إذا الصوت واضح خلي أبلش. السلام عليكم، شلونكم طلاب؟ رمضان كريم عليكم، صيام مقبول إن شاء الله. بلش بالمحاضرة. إحنا أخذنا الباسلس، العفو، أخذنا الكلوستريديوم، وقلنا عندنا نوعين من البكتيريا مكونة للسبورات اللي هي الباسلس والكلوستريديوم. أخذنا الكلوستريديوم وأخذنا الصفات العامة بالكلوستريديوم والتشخيص مالتها الدايجنوسيس. حاليا راح ننتقل للباسلس، يعني شوية اكو فروقات يعني بيناتها. احنا اخذنا تقريبا ايش كم نقطة وقلنا اكو تشابه بين الباسلس بكم نقطة اللي هي تكوين السبورات والمعيشة مالتها، ممكن تعيش بالسويل، واكو اختلاف بيناتها، اختلافها حسب اول شيء الجروث مالتها. قلنا الكلوستريديوم تكون انيروبيك والباسلس تكون ايروبيك بالنسبه هذا للجروث. اما بالنسبه لموقع السبور، قلنا اثنينات المكونات السبورات، لكن موقع السبور يختلف. بالنسبه للكلوستريديوم موقع السبور اما يكون تيرمينال او سب تيرمينال، اما بالباسلس فيكون بالسنتر. وموقع السبور صح بالسنتر لكن ماخذ تقريبا نفس السايز اللي تاخذ الفيجيتيتيف سيل، يعني ما يكون اكبر من قطر الفيجيتيتيف سيل. بينما بالكلوستريديوم تيرمينال او سب تيرمينال، لكن حجم السبور يكون اكبر من حجم الفيجيتيتيف سيل نفسها. زين، بالنسبه لفحص الكاتاليز، قلنا الباسلس تكون بوزيتيف لفحص الكاتاليز، يعني اغلب السبيشيزات اللي خاصه لها تكون بوزيتيف، بينما الكلوستريديوم يكون نيجاتيف. راح نجي للجنرال كاركترستيك اوف باسلس. احنا يعني متعودين كل جينس ناخذ فد نبذه مختصره عن الجنرال كاركترستيك، لكن بتاخذه بشكل يعني ديتيل بالنظري، فعلى مود هاي تفيدكم. يعني اكو صفات بحيث تبقى عندكم ذاكرتكم حتى بالنظري، يعني حتى اذا مثل حق مثلا لامتحان النظري عندك يعني فد جنرال كاركترستيك فد قليل على الاقل، انه تميز كل جينس عن الجينس الثاني. فعندنا هسه اول صفه مهمه هي بها جرام بوزيتيف ولارج باسيلاي، طبعا هاي تشابه هنا ويا من ويا كلوستريديوم، تكون ارينجد ان تشين. هناك بالكلوستريديوم لا مو تشين. السبور فورمينج، مكون السبورات، هاي تقريبا الصفات مشابهه ويا كلوستريديوم. موست ار سابروفايتيك widely distributed in air والسويل and the water، ايضا تقريبا ويا الكلوستريديوم بهذه الصفات الشابه. culture in blood تكون large flat grayish colonies without hemolysis، هاي طبعا هاي الصفه تكون خاصه specific للباسلس انتراسيس، يعني من اجي انميها على blood او اكلتشرها على blood راح القى شكل الكولونيز يكون باللون الجراي وتكون غير محللة للبلد. بينما بالكلوستريديوم كنا من نميها على البلد من نسوي لها كلتشر راح نشوف نوع الهيموليسيس يكون بيتا. الباسيلس انتراسيس is most important member causes anthrax، طبعا اكثر سبيشيز هو مهم بيها هو الباسيلس انتراسيس اللي يسبب لي الانتراكس الجمره الخبيثه. وعندنا ايضا الباسيلس سيريوس كوزز الفود بويزنينج، بعدنا اكثر من بكتيريا تسبب الفود بويزنينج اذا انتم خلوها مثلا يعني ورا ما تكملون ان شاء الله
كل انواع البكتيريا، اخذ شنو بكتيريا، يعني يا بكتيريا اللي سبب لي الفود بويزنج، وشنو سبب الفود بويزنج، هل هو توكسين هل هو غير. لان احنا اخذنا كلوستريديوم ايضا عندنا بها سبيشيزات سبب لي الفود بويزنج، وقلنا اللي هي بوتيوليزم بروديوس ان ذا سبور لوكيتد سنترالي، وهذا وضحناه. الكبسول اوف باسيلس انتراسيس is composed of polyglutamic acid، يعتبر أحد الـ virulence factor. طبعاً البكتيريا اللي تحتوي على كبسول، كل أنواع البكتيريا اللي تحتوي على الكبسول يكون مكونة من polysaccharide، ما عدا الباسيلس انتراسيس تكون من polypeptide. وشنو نوع البوليبيبتايد؟ يعني شنو نوع الأمينو أسيد؟ هو البوليديجلوتاميك أسيد، يعني هذا البوليبتايد مكون من هذا الامينو اسيد. تكون موتايل اكسبت باسيلس انتراسيس، يعني كل السبيشيزات اللي تابعه للباسيلس تكون موتايل ما عدا باسيلس انتراسيس. تكون ايروبيك اند فاكولتيتيف ان ايروبيك، هاي بشكل عام. الكاتاليز لها قلنا بوزيتيف، شوفون هنا شكلها على شكل تشين، وهذا الفراغات اللي هي السبورات. إذا أكو سؤال طلاب كتبوا لي على الشات، يعني على أي سلايد. صوتي لحد هنا واضح طلاب على مود أكمل؟ إذا واضح قولوا لي طلاب. أوكي ماشي. أوكي ماشي ماشي. هسه عندنا الباسيلس انتراسيس. الباسيلس انتراسيس is one of the important species of bacillus، قلنا هي أحد الأنواع المهمة التابعة للباسيلس. is highly pathogenic for the animals، اللي هي الكتل الشيب الجودز، also for the human، يعني هو خلينا نقول السورس الاساسي لها هو الانيمالز اللي هي الكتل والشيب والجوت، لكن تنتقل عن طريق الانيمالز الى الهيومن وتسبب لي الانتراكس، او نسببها نسميها الانتراكس. Transmitted for the animal to the human by the direct contact. Presumptive identification of bacillus anthracis in contrast to the other bacillus species should be based on، يعني إذا أنا أريد أفرق الباسيلس انتراسيس عن بقية السبيشيزات اللي تابعة للباسيلس بثلاث نقاط أساسية، اللي هي absence of hemolysis، يعني من أكلتشرها على البلد أشوف أكو صار عندي growth، يعني صارت عندي colonies، لكن ما أشوف الهالة مات الهيموليسيس، هاي أول صفة. الثانية عندي البنسلين سنسيتيفيتي، تكون حساسة للبنسلين، بينما بقية السبيشيزات تكون ريسيستنس تو ذا بنسلين سنسيتيفيتي. يعني إذا ما أعرف أنتم تعرفون ما أخذتوا يمكن محاضرة الأنتي بايوتيك سنسيتيفيتي تيست، المفروض يعني هاي أنطيكم إياها إن شاء الله. اختبار السنسيتيفيتي تيست هي أقراص مثلا ناخذ من البنسلين، وعندنا الميديوم اللي نختبر يعني عالية الاختبار الحساسية هو اسمه المولر هنتون. شلون ما عندي أني ما كونكي أجار، عندي بلاد أجار، عندي مولر هنتون، هذا يكون جنرال شلون النيوترنت. فأجيب الأقراص اللي هي تابعة للبنسلين، قبلها راح أسوي كلتشر للبكتيريا على الميديوم، وبعدين أخلي الأقراص بالوسط البليت، اخليها مده 24 ساعه واطلعها من الانكيوبيتر. هنا انا راح اشوف الزون، فاذا كانت عندي باسيلس انتراسيس راح اشوفه سنسيتيف، راح اشوف هاله زون، بينما يعني راح تتاثر بالبنسلين، البنسلين راح يقتلها، راح يقتل الكولونيز اللي موجوده، بينما اذا بقيه السبيشيزات راح اشوفها لا مقاومه، اكو جروث لكن ماكو هاله زون. Lake of motility تكون غير متحركه، هاي اختبار اختبار اكو عندنا اختبار نختبر به الموتيليتي تيست، وان شاء الله اعطيكم اياه لان انتم ما ماخذين بايوكيميكال تيست، احد البايوكيميكال تيست.
types of anthrax. عندنا ثلاث أنواع مهمة بالأنثراكس اعتماداً على root of infection، يعني اعتماداً على دخولها وموقع الإصابة. عندنا السكين أو نسميه cutaneous anthrax اللي هو بعد يعني ما يتطور يسبب لي malignant post، البثرات اللي هي تكون malignant. respiratory or pulmonary anthrax اللي نسميه wall sorter's disease، يعني هذا يجيني عن طريق الأشخاص اللي يتعاملون ويا الحيوانات ويا الأصواف مات الحيوانات. فهذا الشخص اللي يتعامل وياه وأي وكان الأنيمال أو الكتل كان مصاب بالباسيلس أنتراسيس راح ينتقل للأصواف مالته، يجي يتعامل ويا الشخص اللي يعامل وياه، فعن طريق الإنهاليشن راح تدخل السبورات وتتحول إلى vegetative cell ومن ثم تسبب لي الإصابة. gastrointestinal anthrax طبعاً هذا يكون rare، لكن الإصابة به تكون قاتلة. فعندي ثلاث أنواع مهمة. أجي هسه cutaneous anthrax. This type happen when the spore enter through the cutting or lesion on the skin. The spore germinate within the macrophage locally or in regional lymph nodes, forming 95% of the human cases. Symptoms اللي راح أشوفها، راح أشوف muscle aches and pain, headache, fever, nausea, vomiting. يعني هنا شلون؟ هذا خاص أيضاً الأشخاص هماتين اللي يتعاملون ويا الحيوانات. يعني مثلاً عن طريق السكن مباشرة، إذا كان الشخص مصاب بجرح حتى لو كان بسيط، إذا كان خدش بسيط يعني، وتجي هاي السبورات مباشرة راح تدخل بس ما تنفذ يعني إلى داخل التشو، فقط راح يعني ما تنفذ إلى البلاد، تروح عن طريق البلاد ومن ثم إلى الأورغان أخرى، لا تبقى فقط بالطبقة الكيوتانيوس بالإبيديرمس، وهنا راح تسبب لي الكيوتانيوس ليجن. هنا راح تكون عندي مراحل، يعني مو مباشرة أول ما دخلت السبور راح تسبب لي تكوين الليجن، لكن يكون بمراحل. شنو هي المراحل هذه؟ هاي شوفوا هاي الصورة أيضا. المراحل راح تبدي ببوبولار ستيج، يعني على شكل بثرة البداية بسيطة، هاي شوفوا هنا أمامكم. بعدين تتطور إلى فيزيكولار ستيج، تكون with بلستر وتكون هيموريج، يعني ممكن تكون هيموريج. آخر مرحلة اللي هي الإسكار ستيج that appear 2 to 6 days after hemorrhage physical، اللي هي تكون دراينج آخر شيء ودبرست بلاك سكار. يعني بهاي المرحلة راح يعني بعد تعبر يومين إلى ست أيام راح تبدي تتكون هاي الفيزيكال، هذا الليجن راح تكون دراي وبداخلها راح تتكون منطقة تكون بلاك، هي هاي المالجنت بوستر. هنا أنا شرح نشوف نقول surrounding with redness and extensive edema swelling، شوفوا هاي هنا أمام. فهي المرحلة الخطرة إنه هي مرات ممكن إذا حسب الإميونيتي مات الجسم يعني الحد فيزيكولر ستيج وتخلص، لكن إذا عبرت الإسكار ستيج لا، راح تكون هنا اللي هي الأنثراكس. النوع الثاني اللي هو الجاسترو انتستينال أنثراكس، هنا يكون طبعا من اسمه جاسترو انتستينال يجينا عن طريق الكونتامينيتد فود اند الووتر، وخاصة الميت طبعا الانكوكت ميت. عندي نوعين، عندي اورال فارنجيال وعندي ابدومينال. الابدومينال يكون طبعا هو الموست كومون اكثر من الاورال فارنجيال. الاورال فارنجيال اكثر شيء يكون بالبوكال كافيتي، هنا يصير عند الليجن. الابدومينال يكون مصاحب ل يعني غالبا ما يكون بين كلش قوي، يكون بلاد ويا ودياريا، فيكون بلادي دياريا. هاي هنا صوره للجاسترو انتستينال انتراكس، هنا صار عنده نيكروتايزنج بالميزنتريك ليمفا ادينايتس.
هاي عندنا هنا الاورال فارنجيال انتراكس، مثل ما قلت لكم انه يكون رير مو مثل الابدومينال. الانهاليشن انتراكس، الانهاليشن هو يكون يعني يجي بعد الكيوتيريموس بالاصابه، اذا نجي يعني من ناحيه التدرج. فكوزد باي انهاليشن and alveolar deposition of the sporat، يعني بعد ما استنشق السبورات راح تروح للالفيولر اللي خاص باللنج. السبورات راح تاخذها الفاغوسايتيك سيل خلايا الماكروفاج وتروح لللوكال ميدياستاينال ليمف نود. هنا بهاي المنطقه راح يصير بها جيرمينيشن الى فيجيتيتيف سيل. قلنا احنا بالبدايه ذا كانت ظروف غير مناسبه سبورات، ومجرد انه تتوفر لها سبستريت وظروف مناسبه تتحول الى فيجيتيتيف سيل وتتضاعف، واخر شيء تكون لي الهيموريج ميدياستاينسيس. هاي شوفوا هاي المرحله، اول ما هاي يدخل بعدين راح تروح الى اللنج او الفيولر، ومن ثم هنا يصير بها جيرمينيشن بمنطقه الميدياستاين. نجي هسه للدايجنوسيس. هاي قلنا لحد الآن هي كلها صفات عامة، ممكن إنه حتى راح تاخذوها بالنظري. السامبل اللي راح ناخذها حسب موقع الإصابة. طلاب يعني رجاء أغلقوا إذا عندكم سؤال على الشات أنا أجاوبكم. هسه لي هنا أنا عندكم سؤال طلاب؟ ها أوكي، على كيف الشرح؟ زين نجي هسه للسامبل. السامبل اللي راح ناخذه حسب موقع الاصابه، احنا متعودين انه من موقع الاصابه انا اخذ السامبل. اذا كان عندي كيوتانيوس ليجن فيعني ضروري انه انا اخذ بالسواب اسوي سكراشن للمنطقه هاي الفوق اللي اصلا هي شويه تتيبس، فاخذ من البص اللي تكون تحت هذه المنطقه اللي دراين. اذا كان عندي بولمونري انثراكس فاكيد راح اخذ سبيوتم وبلد. إذا كان عندي انتريك انتراكس يعني جاسترو انتستاينال انتراكس راح آخذ جاستريك اسبيريت أو آخذ الفيسز، لأن قلنا يصير عنده هو دياريا بلادي دياريا، وأقدر آخذ من البلد. فكل موقع إصابة آخذ السبيسيمين حسب موقع الإصابة. أول شغلة قلنا نسويها هي الجرام ستين، أريد نشوفها هل هي جرام بوزيتيف هل هي جرام نيجاتيف. فمن راح نسوي جرام ستين انطيتكم انا الخطوات مالتها، من راح نجي نفحص تحت الميكروسكوب ايش راح نشوفها؟ راح نشوفها جرام بوزيتيف يعني لونها فايوليت، ونشوفها باسيلاي وعلى شكل لازم تشين، يعني اللي يميزها انه هي تشين. عندكم ستريبتوكوكس من اشوفها كوكاي وتشين، هاي لا باسيلاي وتشين. أقدر أستخدم ستين ثانية اللي هي جيمز ستين، هنا راح أشوف لون الباسيلاي على شكل بيربل، وأقدر أشوف أيضا الكبسول. هاي عندكم الجرام ستين، هاي تشوفون هذا هاي هنا بعد طبعا بالماكروفيج، بعد ما ماخذتها الماكروفيج يعني هنا ماخذين بايوبسي، وهنا عندكم هاي الباسلس شوفوها كلش واضحه اصلا. هنا عندكم الجيمز ستين، هنا تكون يكون شكلها بيربل عادي وشكلها بيربل، بحيث هنا تشبه الكوريني بكتيريوم، بس الكوريني بكتيريوم يكون شكلها كلش irregular، لكن مرات تشوفون هيك بيها شكل، لان هي ايضا تكون يعني لونها بيربل تاخذ.
اجي هسه للكلتشر، خلصنا مرحلة السبيزمين و خلصنا مرحلة هسه السبيزمين، نجي إلى الكلتشر. عندنا قلنا بالبداية أول كلتشر راح نستخدمه كدايجنوسيس وكديفرنشيال يعتبر بين السبيشيزات اللي تابعة للباسلس، الهيموليسيس والنون هيموليسيس اللي هي البلاد أجار. بلاد أجار قلنا الباسلس راح تكون نون هيموليسيس من أشوفها بعد ما أكلتشرها، بينما الكلوستريديوم وبقية السبيشيزات شو تكون؟ تكون هيموليسيس. وعندي أيضا النيوترنت أجار اقدر ايضا اكلتشرها عليه، وتكون الظروف هنا تكون ايروبيك. على بلاد اجار مثل ما قلنا انه هي تكون جريش كولوني، لونها تقريبا لون الرصاصي ونون هيموليتيك. على النيوترنت اجار ايش راح اشوفها؟ راح اشوفها لارج الكولونيز وايضا لونها جري الى وايت، وتكون الريجولر مارجن. هاي الصفه مهمه بالنسبة للباسلس عن نيوترنت أجار، أشوفه يسموها ميدوزا هيد، يعني الحافة كلش تكون مسننة، يسموها ميدوزا هيد. فعلى البلد هذه صفاتها، وعلى النيوترنت أجار هذه صفات. عندي animal inoculation test، يعني أنا أريد أسوي مثلا اختبار للباسلس، استخدم الانيمال لاب اللي هي المايس او الرات، في يعني اذا اريد ادرس في الدراسه معينه في التيست معين واريد اشوف يعني الاختبار الاميونيتي مالتها. السبور ستين عندنا ايضا نستخدمها هنا على مود اشوف السبورات، وقلنا موقع السبور يكون بالسنتر. عندكم الدايركت فلوريسنس اسي may be used to visualize encapsulated Bacillus anthracis in the culture or directly in clinical specimen. هاي هنا يستخدمون صبغة متلألئة بحيث اللي تكون واضحة البكتيريا اللي تمتلك كبسول. هاي هنا على بلاد، شوفوا شكلها يكون على شكل جري، لكن ماكو هيموليسيس، مش تشوفون اكو فد هالوزون around the colonies. هنا يجب أن أستخدم CO2 بنسبة 5% يعني ويا الكربون دايوكسيد، يعني أخلي CO2 هي أما قلنا إيروبيك أو فاكيولتيتيف أن إيروبيك، فمرات يجوز تفضل الفاكيولتيتيف أن إيروبيك، فأخلي له CO2 بنسبة قليلة، يعني كنا الإنكيوبيتر نربطها بCO2 وأخلي نسبة يعني أشيك الCO2 على 5% أو أسيده. هنا ديفرنشيال اكو تفريق بين الباسيلس انثراسيس والباسيلس سيريوس اللي هي احد الانواع التابعه للباسيلس، ايضا هي تكون باثوجينيك. فهنا تشوفون عندكم الباسيلس انثراسيس، تشوفون هاي الكولونيز، لكن ماكو زون اراوند ذا كولونيز، ما تشوفون اي زون، بقى البلد لونه باقي نفس ما هو، بينما هنا اكو كانت كولونيز لكن المنطقه تحولت وكانها كلها هالزون. ليش؟ لانه هاي تكون لي تنتج الهيموليسين وتكون لي البيتا هيموليسيس. الباسيلس سيريوس، هسه احنا خلصنا من الباسيلس انثراسيس، اذا اكو سؤال لهنا طلاب اكتبوا لي على مود اجاوب. استمر لو عندكم سؤال طلاب. إذا استمر قولوا لي استمر.
اوكي ماشي. انتوا بعد حتى اذا بعد يعني بعد ما تقرون المحاضره وتبادر، اذا ضيفون اذا عندكم جروب وعندكم اي سؤال اني اجاوبكم. يمكن اني دزولي الجروب بس ما انضميت الى المجموعه مالتكم، فان شاء الله انضم للمجموعه، واذا عندكم اي سؤال سواء ديش المحاضره او هاي المحاضره انا حاضره اجاوبكم بعد ما تقرون المحاضرة، لأن هسه أكيد أنتم نعسانين، وحتى إذا هذا ما يتبادر لكم السؤال. أوكي نكمل إن شاء الله. الباسم للسيريوس، بس طلاب عافية المايكات على مد البقية ما يصير تشوش عليهم. باسل للسيريوس قلنا أول صفة نفرقها عن الباسلس أنتراسيس اللي هي تكون موتايل، قلنا كل السبيشيزات اللي تابعة للباسلس تكون موتايل ما عدا الأنثراسيس. الباسلس سيريوس تكون close relative to باسلس أنثراسيس is also found within the soil، هاي الصفة اللي تشترك ويا الأنثراسيس بيها. الباسلس سيريوس is associated mainly with the food poisoning، الأنثراسيس مش سبب لي food poisoning، السيريوس السبب لي food poisoning. طبعا هنا الفود بويزنينج انا ما ادخل لكم بالتفاصيل مالته شنو السبب مالته. عندكم نوعين هنا من الفود بويزنينج، عندكم الدياريال تايب والايميتيك تايب. الدياريال تايب يكون يعني بعد الصفه يعني المهمه به انه تكون بين ويكون ويا دياري. الايميتيك تايب لا، يكون فقط فوميتنج ونوزيا. الدياريال تايب يعني بعد تقريبا 6 او 8 ساعات الى 16 ساعه من اخذ الكونتامينيتد فود تبدا عندي السيمبتومز تظهر، يعني تيجي طبعا توكسينات، 3 توكسينات تنتج. بينما الايميتيك تايب لا، راح يكون قلنا نوزيا وفوميتنج، وتقريبا 1 الى 5 ساعات تبدا تظهر الاعراض يعني مباشره، يعني الفتره تكون قليله، بينما ذاك الدياريال لا ياخذ وقت أكثر، واثنيناتهم تقريبا توكسينات. ممكن يكونون اثنيناتهم سوا، ممكن الدياريا والإميكت، لكن فقط الفرق بالوقت. البيتا هيموليتيك and it is produced by zone of lysithinase on egg yolk agar. خلصنا احنا هاي مات بيتا هيموليتيك بعد خلص وضحنا. بالنسبة للليسيتينيز تيست، تذكرون بالكلوستريديوم قلت لكم مو بس الكلوستريديوم بيرفرنجز، اكو غير سبيشيزات او غير بكتيريا تنتج هذا الانزيم اللي هي الباسلس، ويا باسلس معتهم اللي هي السيريوس. على الايج يورك نفس المبدا ونفس هذا اللي اخذناه بالكلوستريديوم، هنا نفس الشغل. الباسلس سيريوس is most commonly encountered species of the bacillus in opportunistic infection، يعني هاي فقط البيشنت او تكون اللي يكون عنده immuno compromised هنا راح تكون الاصابه عنده بالباسلس سيريوس، لكن الهيلثي لا، يعني ممكن يكون يعني ريسست او ما يصاب بالباسلس سيريوس، او حتى لو كانت يعني الاصابه فما تكون قويه مثل الانتراسيس، فيسوي opportunistic infection اللي هو post traumatic eye infection الاندوكارديتس والبكتيريميا، يعني اللي عندهم هذه الاصابات post traumatic eye infection endocarditis بكتيريميا ممكن الباسيلس سيريوس السبب له اصابه. طبعا هاي غير الاصابه الرئيسيه اللي تجي عن طريق الكونتامينيتد فود. اي ممكن
بالنسبة للحيدر يقول إذا أكو طفل يعني ياكل تراب ممكن يكون بالتراب، ممكن أغلب أنواع الباسلس تكون بالسويل. نيجي هسه للسبيزمان، بما انه هو المسبب الى الفود بويزنينج، فراح اخذ الفود اللي يسبب لي يعني مسبب الفود بويزنينج، او ناخذ من الستول او السويل. الستول قلنا لانه تتكون عندي الدياريا، فراح اخذ من الستول. هنا ايش اسوي؟ اسوي بروسيسنج للسبيزمان قبل ما اكلتشرها، يعني مباشره اسوي لها نسميها بروسيسنج. بيمن بروسيسنج؟ اما بالحراره او عن طريق الكحول قبل ما اكلتشرها على مثلا على البلد او على الايج يولك مثلا، اسوي لها بروسيسنج بيمن، اما بالكحول او بالحراره. ليش؟ على مود اتخلص من بقيه انواع الباسلس اللي مكونه للسبورات، اللي هي الانواع الباسلس وحتى الكلوستريديوم ممكن اتخلص، فتبقى فقط عند السيريوس اللي هي مسببه للفود بويزنينج. ف يعني واضح السبب انه انا ليش اسوي لها تريتمنت. يعني انا مثلا اجي بكم سؤال اقول لك راح عندي عينه سبيزمان ماخذتها من يعني لشخص عنده فود بويزنينج، مباشره راح اكلتشرها دايركتلي، فهذا الشيء صح لو خطأ؟ يعني راح أحصل على ريزلت يعني بسرعة، أو ممكن يكون بيه كونفيوجن؟ زين، بالنسبة للكولتيفيشن اللي خاصة بالباسيلا سيريوس، الكولتيفيشن يعني أقصد بها نفسها اللي هي كلمة الكلتشر. عندنا وسط اسمه مانيتول إيج يولك بوليمايكسين بي أجار، أو نسميه الميب. فأنتوا لا تحفظون هذا الاسم الطويل، حفظوا هذا فقط المختصر. أنا ليش أخلي مانيتول؟ ليش أخلي إيج يولك؟ الإيج يولك هي تحتاج كسبستريت، بوليمايكسين أي ثبط لي بقية الجرام بوزيتيف، والمانيتول اتخلص مثلا من يعني تكون هي نيجاتيف للجرام للمانيتول، فما راح تستخدم المانيتول. فهنا يخلون هذه يعني كومبلكس في سبيل انه تطلع النتيجه واضحه. هي طبعا انا استخدم الحراره لان هي مقاومه اكيد، لان بقيه راح تكون سنسيتيف، نقول بقيه السبيشيزات، فراح اتخلص انا منها. فهسه هذا اول وسط الميب. الوسط الثاني اللي هو باسيلس سيريوس ميديوم، هذا يكون سبيسيفيك فقط لمن الباسيلس سيريوس، فيكون هو identification and isolation of bacillus. وعندنا الايج يولك اغار، هذا يعتبر ايضا differential و enriched medium، وقلنا لمن نستخدمه على مود نكشف عن الانزيم الليسيفينيز وايضا اللايبيز اللي عندهم proteolytic activity، عفوا ايضا proteolytic activity، لان الليسيفينيز قلنا يشتغل على ماده الليسيفين اللي هي عباره عن فوسفوليبيد. فهذا يعني استخدمه كوسط يعني differential و isolation، وايضا ك يعني مهمه ثانيه له هو اني اكشف عن انزيم الليسيفينيز، فيكون له خلينا نقول اثنين مهمتين، انه انا اول شيء اريد اشوف البكتيريا تنمو او ما تنمو، مثلا انا ما عندي بقيه الاوساط وعندي فقط ايج يولك، فمباشره هي راح تنمو علي، وبنفس الوقت راح اسوي لي اختبار للليسيفينيز واشوفه انه تكون لي هاي الاوباسيتي اللي هو
تشبه الهالوزون لكن تكون ضبابية نتيجة لاستنفاذها مادة الليسيتين وتحويلها إلى دايجليسيرايد. البلاد أجار، وقلنا نريد نشوف البلاد أجار هل هي هيموليسيس أو نان هيموليسيس. طبعا هي تكون هيموليتيك من نوع بيتا، ويكون فيثري سبريدنج، تشبه الريش تقريبا، يعني مو انتاير، مو تكون صافية الكولونيز. أنا عندي مشكلة باللابتوب، ما جاي يحول بسهولة على السلايدات. اجي هسه البايو كيميكال تيست ونشوف اكو سؤال بالنسبه للطلاب. اعيد السلايد. اي اوكي اعيد. والمشكلة يا تبارك ما جاي يحول السلايد. ايه هسه حول. هذا السلايد قصدك؟ تبارك. اوكي ماشي. عندنا اوساط احنا نريد ننمي عليها البكتيريا او نكلتشرها او نقول نسوي لها دايجنوسيس. هسه بغض النظر انا منين ماخذ السبيسيمن، فعندي الميب هذا اول وسط قلنا يحتوي على ماده البوليمايكسين بي اجار، هذا ثبط لي الجرام بوزيتيف بكتيريا، اذر جرام بوزيتيف بكتيريا يعني جماعه ستاف ستريب، هاي تتخلص من عدم. الايج يولك انا هاي يعني استخدمه كماده اللي يحتوي على ماده الليسيتين. والمانيتول، المانيتول هنا يكون لها هو نيجاتيف، يعني ما راح تستخدم المانيتول. فهسه هذه المكونات الاساسيه لهذا الوسط، يعني كومبلكس من المكونات على مود تنمو عليها البكتيريا. باسيلس سيريوس ميديوم هذا يكون سبيسيفيك، يستخدم لايزوليشن اند ايدنتيفيكيشن اوف ذا باسيلس سيريوس، يعني غير بكتيريا ما تنمو عليه، حتى لو غير سبيشيز ما ينمو على هذا الوسط، لان اكيد ضايفين له مواد بحيث تثبط لي بقيه السبيشيز. الايج يولك اجار هذا الوسط استخدمه لايزوليشن اند ديفرنشيشن باسيلس سيريوس اللي، وايضا البكتيريا اللي مكونه للليسيتينيز. يعني احنا اخذنا كلوستريديوم وقلنا هذا الوسط يستخدم لعزل البكتيريا او تشخيص بكتيريا كلوستريديوم اللي منتجه لانزيم الليسيتينيز، فهذا مو فقط للسيرياس وانما ايضا لاذر بكتيريا منتجه للليسيتينيز. وقد قلت اني اذا ما عندي مثلا ما عندي بقيه الاوساط، عندي فقط الايج يولك اجار متوفر عندي بالمختبر، فمن اجي اكلتشر عليه البكتيريا ونمت البكتيريا، هذا يعتبر تشخيصي بغض النظر ان هل هي تنتج او ما تنتج انزيم الليسيتينيز. اوكي عندنا البلاد اجار، وقلنا ايضا هذا وسط تفريقي بين انواع الباسيلس اللي بعضها يكون هيموليتيك وبعضها يكون نون هيموليتيك. ان شاء الله يكون واضح. أنا سويت لها ريكوردينج بعد، إن شاء الله يحفظ كون التسجيل. هسه نريد نحول على السلايد اللي بعده ما جاي.
يلا حباب حول. هاي صوتش تبارك، خليتيني أرجع على السلايد بعد ما يقبل يرجع. كان عندي بعد هذا السايد وبعدين السكرين. الستينيز برودكشن نفس مبدأ العمل ونفس طريقة العمل اللي أخذناها بالكلوستريديوم. عندي وسط الايج يولك ميديوم، آخذ سبيسيمين من أي سورس، يعني أنا ما أخذته سواء كيوتينيوس، سواء كانت عندي الستول، سواء كان عندي بلاد، وباللوب او بالسواب اجي اكلتشر على وسط الايج يولك ميديوم. راح اخليه بالحاضنه واوفر له سي او 2 قليل، قلنا لان هي فاكولتيتيف انيروبيك، واجي افحص الهالوزون او الاوبساليسنت هالو اللي متكونه، هاي الماده او المنطقه اللي تكون ضبابيه. فالبوزيتيف الليستينيز تيست، يعني اشوف هل هذه البكتيريا منتجه لانزيم الليستينيز، راح نشوف وايت اوباك ديفيوز زون ذات اكستند انتو ذا ميديوم سراوندينج ذا كولونيز، راح نشوف هاي الهاله زون اللي متكونه او الاوباك زون اللي متكونه، بينما النيجاتيف ما راح تتكون لي هذه المنطقه الضبابيه. بالضبط نفس مبدا العمل اللي اخذناه بالكلوستريديوم. هاي شوف المادة الضبابية اللي متكونة لأن نتيجة لإنتاج إنزيم الليستينيز واستنفاذه لمادة الليستين اللي هنا يكون مكونة هي من فوسفوليبيد، فهو يكون شغله فوسفولايبيز، يعني أسميه أما فوسفولايبيز أو ليستينيز. أذر تيست، يعني المفروض إحنا ناخذ اختبار الموتيلتي تيست. الموتيلتي تيست يعني خلي اشرح لكم اياه. عندي وسط سيمي سولد ميديا، احنا تاخذت بالمحاضره الاولى انواع الاوساط، عندنا ليكويد اللي يعني ليكويد يعني هو نسميه برو، وعندي سولد ميديا هاي البتردش اللي يشوفوها البليت اللي مصبوبه بها الاوساط، وعندي سيمي سولد يعني هاي الليكويد ونضيف له ماده اجار، ماده مصلبه. هي ماده الاجار شلون ماده الجل، شلون نضيفها للحليب، شلون النشا على مود يتصلب، فيعني نضيفها بنسبه قليله فيصير سيمي سول، بحيث البكتيريا تقدر تتحرك بيه. فشو اسوي؟ انا عندي تيوبين بخلي بيهن وسط سيمي سول ميديا، يعني خلينا نقول اجار ميديا، بس هاي الاجار العفو نيوترنت اجار، هاي النيوترنت ما مخليتها ماده الاجار يعني بنسبه كبيره بحيث تتصلب، لا سيمي سول بنسبه قليله. فاجيب نفرض هسه عندي الباسلس، انا هسه عندي باسلس سيريوس وباسلس انتراسيس، اريد اكشف الموتيلتي تيست، فاخذ خلينا نقول عندي كيوتينيوس، اخذ باللوب فشي قليل واسوي ستاب بالتيوبين اثنيناتهم، واجيب الباسلس سيريوس عندي خلينا نقول فود بويزنينج او عندي ستول، ايضا هم اخذ باللوب من العينه وايضا اسوي ستاب يعني طعن يعني طعنه واحده بحيث ينزل الى تقريبا نص التيوب، ايضا باثنيناتهم بالتيوبات اثنيناتهم، واوديهم للحاضنه. مرات شنو نخلي وياهم انديكيتر فد لون ويا الوسط، بحيث من يصير عندي نمو اعرف انه صار عندي نمو، اعرف صار عندي تحرك يعني
من أقول نمو يعني تحركت البكتيريا. فأجي وراء 24 ساعة أطلع التيوبات. بالنسبة للباسيلس أنتراكس، إيش قلنا؟ قلنا إنه هي نموتايل. فش راح أشوف؟ راح أشوف هاي هذا التيوب اللي مسوي أني يعني ستار ما متحرك، يعني أشوف نمو داير مداير الستار، داير مداير منطقة الطعن، ما منتشر لا منا ولا منا. بينما بالباسل السيريس لا، راح أشوف النمو منتشر لأن البكتيريا جاي تتحرك عندها بحيث مجال تتحرك. مرات من نخلي وياه إنديكيتر لون، نشوف اللون يعني ملا كل التيوب، بينما الباسيلس انتراس لا، نشوفه فقط داير مدار التيوب. واضحة طلاب لو لا؟ إذا مو واضحة قولوا لي. خلي أعيد. واضحة طلاب؟ قولوا لي إذا واضحة على مود أكم. أوكي ماشي زين. هسه عندي البنسلين سسبتابلتي تيست، شرحت لكم اياه شنو الاختبار الحساسيه، وان شاء الله انا انطيكم محاضره على لانهم هم محاضره الانتي بايوتيك سنسيتيفيتي، وش وقت انا انطيها وشنو الظروف او الاسباب اللي خلتني انا اسوي اختبار الحساسيه. المهم انا عندي بالباسلس سبيشيز تكون سنسيتيف، يعني راح تنقتل بواسطة البنسلين، بينما بقية السبيشيزات تكون مقاومة. هنا أنا أقدر أيضا أحدد البنسلين سنسيتيفيتي باختبار الإي تيست. الاختبار الإي تيست هنا أنا أكشف عن المينيموم إنهيبيتوري كونسنتريشن، وهاي أيضا باختبار الحساسية إن شاء الله أشرح لكم إياه. فبس خلوا بالكم إنه هذا أحد اختبارات المينيموم انهيبيتوري كونسنتريشن، يعني اني اقل تركيز من البنسلين استخدمه على مود اثبط نمو البكتيريا. يعني خلينا نقول اني اريد استخدم تركيز عندي 50 مايكرون وعندي 25 مايكرون، فاني ابو ال 25 قتل او سوالي تثبيط للبكتيريا، يحتاج انه اني استخدم ابو ال 50؟ اكيد لا. فاذا اني اقل تركيز استخدمه على مود أقتل البكتيريا، هاي يسمونه minimum inhibitory concentration. فأحد الطرق مالته هي الإي تيست، هو البرنسبل مالته هو هذا، إنه أنا أقتل البكتيريا بأقل تركيز. لا أكيد مطلوب، يعني أنا الشيء اللي أحكي أكيد مطلوب. وإذا يعني أنا هسه من وضحت لك الإي تيست، إذا ما أجيبه كاختبار راح يعني أجيبك إياه كسؤال بسيط إنه شنو هو الإي تيست. هسه أنا قلت لكم هو عبارة عن مينيموم إنهيبيتوري كونسنتريشن. السيرولوجيكال تيست من أقصد السيرو دايجنوسيس، يعني اختبارات المناعة. عندكم إندايركت هيما جلوتينيشن، إن شاء الله آخذكم فد يعني محاضرتين على المناعة واختبارات المناعة، لأن هسه تقول شنو indirect شنو direct هيما agglutination. وإذا بلكت تعدكم يعني معلومات بالمناعة بالنسبة للنظري، وعدكم الإنزيم linked immunosorbent assay اللي هو الإلايزا أقصد به هذا الإلايزا، وindirect هيما agglutination يصير بين antigen اثنينات antigen antibody. عندي مثلا ماخذ العينة، هاي العينة بيها الانتيجين، وأنا إيش راح أجيب؟ راح أجيب يعني كوميرشيال أكو يعني تكون مصنوعة الانتيبودي خاصة بالباسيلس سيريس أو خاصة بالباسيلس أنتراسس. يعني الانتيجين أخذه من البلد أو أخذه من الفيسز أو أخذه من أي يعني من أي مصدر اللي هو مسبب الإصابة، والانتيبودي أنا مصنحته جاهز. فمن أخليهم سوا بالتكنيك راح يصير عندي agglutination، أقول إنه هذا بوزيتيف لأنه اشتغل الأنتيبودي على الأنتيجين. مرات بالعكس، مرات أنا عندي الأنتيجين هو كوميرشيال وماخذ الأنتيبودي من السبيزمين من العينة. هاي شو وقت إذا كانت عندي العينة بلاد أفصلها
واخذ السيرم، السيرم بي انتي بودي. ف اللي عندي اني يعني جاهز، اللي الكتات اللي عندي جاهزه هي بيها انتيجي، واني الانتي بودي اخذته من البيشنت، فصار عندي هنا اجلوتينيشن. ان شاء الله يعني اشرح لكم اياها بالمناعه. مولكيولر دايجنوسيس، طبعا اكو اختبارات احتياديه واكو اختبارات ادفانس يعني على مستوى المولكيولر. فعندكم الاختبارات اللي هي بي سي ار، وان شاء الله ايضا اشرح لكم اياها لانه انتم ما شرحتكم البي سي ار يعني حسب ما افتهمت بس داني الورقتين. والبي سي ار يعني اذا ما تفتهموه هسه وجدا مهم، يعني هسه كله التشخيص على مستوى جينيتك، وبعد تدرون هسه كورونا وهذا جاي تسمعون هاي مسوينه مزحه انه هاي بوزيتيف انه هاي نيجاتيف على اي اساس. فالمفروض تكون انتم عندكم معلومات بحيث حتى لما يقول لك هاي بوزيتيف هاي هيك طلع السي تي، هاي المفروض تكون عندك معلومات انت يعني حتى بعدين بالتشخيص من تيجي تقرا ريبورت. كلش مهم ان تعرف شنو جاي يصير اصلا عند البيشنت على مستوى مولكيولر. التريتمنت واكو فروقات بيناتهم، وان شاء الله انطيكم اياها، حتى اذا ما انطيتكم اياها انا راح ارسلها اسجلها وارسلكم اياها للفائده لكم. يعني البنسلين، كلورامفينيكول، تتراسايكلين، اريثرومايسين، احفظوا حتى لو اثنين او ثلاثه من التريتمنت ماكو مشكله. لا بالنسبه لخطوات الاختبار انا انطيكم اياها ان شاء الله، قلت لكم بالاختبارات ويا البايو كيميكال فهو مذكور ويا الخطوات. يعني اي سؤال بعض الطلاب تقريبا هي كملت المحاضره، اذا عندكم سؤال قولوا لي. عندكم سؤال طلاب؟ يعني كوثر ترديني من هسه اقول لك شلون راح تجي الاسئله. يعني انا اغلب الاسئله اركز على الدايجنوست، اقول لك ليش هيك اسوي، ليش هيك اسوي، ايش اضيف هيك ماده، البرنسبل. اي اوكي ادز لكم اياها ان شاء الله قبل لا أشرح المحاضرة. أنتوا عندكم تسجيل هسه يعني بالمحاضرة. يعني ما ذكرت معلومات خارجية، يعني كل نقطة وضحتها هي شنو؟ يعني مو أنت مثلا عندك هاي النقطة أنت ما واضحة بالنسبة إلك، يعني تحفظها كحفظ، فأني جاي أوضح لك إياها. أجيب لك نصاً وبس أقول لك ليش. لا تخافون بالنسبه للامتحان، يعني انت اخذ معلومه على الاقل حتى لو تفيدك بالنظري، ولا تطلع انت كل شيء ماكو. اي طبعا حضوركم مسجل. زين انت ليش شلون ترديت تعلمين تبارك اذا ما ترديت تفاصيل؟ فاني انطيك اياها واقول لك هاي المحاضره خذيها وقريها، يعني ما يحتاج لا غير تفاصيل ولا اني اتعب عليها ولا أبي. أقدر يعني مباشرة أسجلكم محاضرة تسجيل، وما أقول لكم ليش أضيف هاي الخطوة وليش أسوي هاي الخطوة، فعادي ماكو مشكلة بالنسبة لي أسهل. يعني إن شاء الله هسه تشيلتي هم منا الامتحان، الله كريم.
يلا إذا ما عندكم شيء طلاب على راحتكم، شوفكم بخير إن شاء الله، مع السلامة. أكو حضور، بني مسجل حضوركم، أكو.